السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبتي في الله. موضوعنا موضوع سوف أعلمكم بإذن الله تبارك وتعالى وصفة تقهر الشياطين، شياطين المجرى، الشيطان الخبثاء، الشيطان الأسود أو الشيطان الأسود، فهي تؤذيها هذه الوصفة بإذن الله الواحد القهار. إذا عندك جن أو جنية تسلطون عليك سأعطيك وصفة قوية قد ربما تسمعها لأول مرة في اليوتيوب بإذن الله تبارك وتعالى. إنها من استنتاجاتي وأعطيها للناس وعندها يعني تأثير قوي بإذن الله الواحد القهار. لذلك قد تسمعونها لأول مرة، هي وصفة الكافور. كثير من الناس قد يقولون كيف، هل يؤثر على الشياطين؟ نعم، ويؤثر عليهم بقوة، قد يؤثر عليهم أكثر من الشب والملح والسدر، ولكن ليس كل الشياطين، ولكن بعضهم قد يؤثر عليهم أكثر من الشب والملح والسدر. لذلك إذا أردتم أن تروا نتيجة بإذن الله سوف تأخذون قليل من الكافور، تشترونه في أي محل، قليل من الكافور، ليس كثير لأنه فيه رائحة طيبة كثير، قليل من الكافور سوف تضعونه في الماء بإذن الله، تخلطونه وتحركونه بأيديكم حتى يعني حتى يأخذ الماء رائحة الكافور، يعني شي سطل كبير فيه مثلا 5 لترات من الماء أو 10 لترات حتى تصبح فيه رائحة الكافور، تأخذ الماء تشمه وتجد فيه رائحة الكافور، فلا بأس إن شاء الله. ثم تقرأ على هذا الماء آية الكرسي 3 أو 7، سورة الفاتحة 3 أو 7، سورة الفلق 3 أو 7، سورة المسد 3 أو 7، فلا بأس أن تكرر. سيصلى نارا ذات لهب وتنفذ، سيصلى نارا ذات لهب وتنفذ. إذا فعلت هذه الطريقة أختي في الله أخي المبارك، ثم تأخذ هذا الماء بإذن الله وتستحم به ولو كان باردا بإذن الله تبارك وتعالى، أو إذا عندك مشكل مع الماء البارد فلا بأس أن تغير هذا الماء البارد قليلا، ولكن إياك لا يكون دافئ، لا يمكن له أن يؤثر عليك إذا كان دافئا، لا، إذا كان فيه سخونة لا يجوز، عليك أن تترك هذا الماء بارد أو تخفف برودتها ببعض الماء الساخن ثم تستحم به بإذن الله بهذه الأعشاب بهذه الكافور بإذن الله فقط، وتقرأ الفاتحة وآية الكرسي وسورة الفلق وسورة المسد بإذن الله، وتستحم به يوميا. إذا عندك الأذى من الشياطين سوف ترى نتيجة بإذن الله الذي يقول شيء فيك، تزول العقد بإذن الله على جسدك وجلدك، يتعذب الشياطين، تتحصن من خبث وكيد ومكره ويتعذبون، وإن شاء الله إذا أنت تقرأ وتجتهد سيخرجون بإذن الله الواحد القهار. أقول قولي هذا والله أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم من يرى هذا المقطع ومن ساهم فيه ومن أعان على نشره، اللهم فاغفر له ذنوبه كبيرها وصغيرها، جلها ودقها، عظيمها ودقيقها، يا رب العالمين.